يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام، يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي، انت لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولك والنبي يا خالتي. ايه في ايه؟ عربية نقل كبيرة محملة زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحارة. ايوه نسي شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزة جامدة. ابو الواد الحرام قال له زلزال، خلوا الولية نزلت جريت مش عارفة في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقة حتة حتة. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا، تعال تعال يا سوكا. خدوني معاك يا ولاد الحرام. ست كبيرة ازاي لابسة جلابية سودا وحافية اسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا. اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حارة الكرامة، والاجر والثواب عند الله يا ولاد الحلال. ست تايه بقى لنا يجي 3 ساعات ندور عليها، احنا لابسين الحرجة 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها، ده غنى ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب. تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها. يعني هي بتعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبي واسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. اللي لاقيها يو وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حاره الكرامه. اشوف اتصل ولا لسه. الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. هقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها، كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت، اديني سبت لك الباب مفتوح. شفت عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا، ربما تكون تاهت منك. مش عارفه تراعيها. هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم، ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه. لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص اهدى كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه، انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك وصورهم 500 صوره ورزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي لاقيها نبقى راضيين. هتحط رقم التليفون على الاتوبيسات؟ ايه اللي سمعته ده يا كوريا؟ معقوله الست الكبيره تضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتك انا وامك اتهمليها قد ايه يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خال، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص، انا همي قد المقطع في اللي مكفيني. ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتها لي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بيت، خلاص يا بنتي كوريا، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده، ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي، اروح ادور عليها. ربنا اللي عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. ربنا ذهب الجنه. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال، وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اكل عيش ايه ومحل ايه اللي افتحه بس؟ يا جدعان دي في رقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجه بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا؟ سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت، لما تعتري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش هبت من هنا، غوري من هنا احسن، وتربه امي افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقولك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف شوف، خلاص خد يا حبيبي. صلي على النبي، صلي على النبي. يا اهل المنطقه الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنه الحاجه سندس،
ومن يجدها إن شاء الله له مكافأة مجزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكرين عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله والبيت بيت الله، وما أنا إلا أمين على هذه الأمانة. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. أقول لك يا أخت كوريا، أمر عم الشيخ. الأمر لله تبارك وتعالى. أنا كنت عايز أكلمك في موضوع بشأن الأخ إبراهيم، بس أنا شايف في الوقت غير مناسب. أنا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك إن شاء الله. ماله إبراهيم عم الشيخ؟ كل خير إن شاء الله، لا تقلقي. أنا بقول نأجل هذا الكلام من الأفضل. أنا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلت الجامعة دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، وإحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعيلنا أنت بس. يا الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا، أصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربة، ده قلة المزاج دي. ها، شغل الزفت ده. ماشي. ده سوك سوك. الو الو، هتكلمه يا ابراهيم. بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك، وعايزاني اروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اساله هو فين. طب بقول لك ايه يا ده سوك، انا في طلعه كده. ها، قول لها اي حوار لحد ما اجي لك. اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوك. ليه يا حول الله ولا قوة إلا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول أسوكة، بحاول. ادعيلي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم باتصل، بي. ها، طيب سلام. بس يا كوريا استني. قالك ايه؟ قالك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكلة. ايه هي المشكلة يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربية الكبدة خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياة والموت. بس قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام. صاحبي بقى وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا الهي يقل مزاجها البعيده. مش يلا ولا ايه؟ يلا. اه زي خالتك كده يعني. ايوه. بس البت ده هي كانت حلوه بقى وشابه وملزلزه كده اهو، بيضه وزي الفل، تتاكل اكل. والله يا كوريا تتاكل اكل. ايوه. بس ايه، كانت قاعده مع ابوها وامها. كوريا لسه تحت. هي البت دي ما وراهاش حاجه؟ لا ولا الثانيه، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ انا بقالي ساعه محبوس هنا. الله يخرب بيت شورتك المنيله. وهان الله يخرب بيت، بس العين مش عليك، انا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيمه؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا. بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم، والله العظيم دماغ في طقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. سلومه جه. سلومه جه. حضرتك اسود ومنع. تعالى هنا رايح على فين؟ تعالى. البتاع ام البتاع. هنروح. تعالى. ايه على فين؟ تعالى اخبيك في اوضه النوم. نروح فين؟ اوضه النوم ايه ده؟ وقت اوضتك. تعالى. تعالى اخبيك فيه. تعالى اخبيك فيه. ناو واحد وقع من الكوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهدني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش بس انت انا قفلته.
مش عارف وانا البيت دريان بحاجه ما ادخل اعمل التطبيق. ما خلاص يا ولي، حكيتي لامي كل حكايه المجانين اللي تعرفيها في حياتك. انا مال انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خفش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه ولعت بيه. بقتي حرام يعني ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك؟ شو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت الجن ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالي. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا ابراهيم؟ عمل الواد اني وين؟ يو اللي خبط التوك اني توك ملك يا هيمه اللي كنت معاه في المستشفى. اه الواد مات يا سيبتي الله يرحمه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وسواق التوك؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس اهو. بقولك ايه، ما تيجي نهاجر هجره غير شرعيه. غور يلا انت وهو من هنا. غور فين بس؟ ما غور مع بعضينا. غور بدل ما خلي يعني بطل زهرت في وشك ناقصاك اصلا. اه يا ابويا الحقني يا ابا، تعالى يا ابو الحوشني شوف عمل فيا ايه العيال وداد الكلب دول. يا ابا الحقني يا ابا. خلي حرام عليك، كنت فين صرعتني عليك؟ حرام عليك. عامله ايه انت؟ مين؟ انا كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده وانت عليكي. ابعد عني يابا. والنبي لا. الحقني يابا. والنبي لا. خلاص خلاص انا هاخدك معايا، هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني